أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقات جديدة من حلقات برنامجكم المجلة السعودية. فقرات مستمرة وفقرات جديدة حتكون معانا إن شاء الله خلال لقائنا الأسبوعي معاكم. فبالإضافة للتأملات والاختبارات راح يقدم لكم الدكتور خالد فقرة جديدة بعنوان قضايا وحلول، يناقش من خلالها بعض مشاكلنا الاجتماعية ويبحث لها عن حلول من خلال الكتاب المقدس. وبكل ود ومحبة ألتقي معاكم في ختام كل حلقة في فقرة جديدة باسم كلام ودي، وكل هذا طبعا بالإضافة للترانيم والمزامير والكثير من الفقرات الجديدة أسبوعيا. أما الآن فنبدأ كالعادة مع تأمل الأسبوعي والدكتور خالد، وحياكم الله معه. قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بالسيوف وعصي لتأخذوني؟ كل يوم كنت أجلس معكم وأعلم في الهيكل فلم تمسكوني؟ وما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. متى 26 آيات 55 إلى 56. وفي آية تانية تقول: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. يوحنا 19:25. شوف 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 العار، شوف الفضيحة. وين الرجال؟ وين النخوة؟ وين الشهامة؟ في حين أن الرجال كلهم هربوا وتركوا المسيح باستثناء يوحنا. تلاقي بس الحريم، النساء كانوا موجودات مع المسيح وقت الصلب. صراحة طلعوا هدول الحريم أشجع من 100 رجال. طب كيف ينطبق هذا الكلام على أيامنا هذه؟ إلى عهد قريب كانت المرأة عندنا تحكم، مثل السيدة فاطمة السبهان القويعي اللي حكمت شمر في بداية القرن 19، لأنها كانت جدة الأمير سعود الرشيد والوصية عليه لأنه كان صغير في السن. وكان يفتخر العرب بانتسابهم إلى أخو فلانة أو ولد فلانة، أخو نورة أو ولد موضي. مين اللي غير شعبي؟ مين اللي خلاك تخجل من ذكر اسم أمك قدام الرجاجيل؟ مين اللي سلب منك كرامتك وتاريخك المشرف؟ واضح أن الاحتلال التركي الإسلامي البغيض هو اللي خلى شعبي يحجب الحريم ويخلي الرجاجيل يتعيرون من ذكر اسم أمهاتهم وإخواتهم قدام الناس. ترى هذه الأمور كلها دخيلة علينا. اسأل أبوك وجدك، اسأل أمك وجدتك كيف كان الحريم أيام زمان. المرأة كانت تتاجر بالأسواق، المرأة كانت تغيث الملهوف وتساعد المحتاج، المرأة تمسك العصا بيد وباليد الثانية المغزل، المرأة كانت تقود الجيوش وتحكم البلاد. المرأة هي أمك وأختك ومرتك وحبيبتك وبنتك، ولزوم تفتخر بها. دائما نقول ان الرجولة والشجاعة عندنا احنا السعوديين، لكن مين هو الشجاع اللي يوقف اليوم ويقول بعلى صوته انا قبلت المسيح رب ومخلص واله؟ مين اللي يبي يروح الان عند الصليب ويقول للمسيح بعلى صوته انا ماني بخايف من احد وبعترف بك يا حبيبي يا يسوع قدام الكل، انا بطل في المسيح، وحتى هذه الشجاعة ما هي من عندي لكنها منك يا يسوعي.
لك خلاص وسلام حقيقي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال لبشر لك خلاص وسلام حقيقي. بيسوع في يسوع، بيسوع في يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عصير يسير. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. يسوع 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 يسوع، كل أيام يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عصير انت يسير. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. لك ممنون فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. وعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يسوع 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 يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير انت يسير. كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي. بيسوع في يسوع، بيسوع في يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير انت يسير. كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر.
أعزائي المشاهدين، اليوم حيكون موضوع حلقتنا عن مشكلة شبابية تسببت في وفيات كثيرة، ومعدل الوفيات حوالي 17 يوميا و86 ألف إصابة بالسنة، كما سببت أحزان كبيرة للأمهات والآباء. مشكلة السرعة والتفحيط والتي للأسف منتشرة في السعودية، ويعود سببها للبطالة والفراغ عند الشباب، نهيك على أن الشباب في هالمرحلة عنده روح المغامرة واكتشاف الذات ودفع الحدود إلى أقصى مدى ممكن يصل له. مرحلة الشباب هي مرحلة حرجة تفصل بين مرحلتي الطفولة والرجولة عند الأولاد أو النضج عند الحريم. في أنا أبغى أجيب مثالين من العهد القديم والعهد الجديد. في العهد الجديد تلاقي رسالة تيموثاوس يقول لك: لا يستهين أحد بحداثتك، يعني بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في كل كلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. تيموثاوس الأولى 4. شوفوا ايش يقول الروح القدس عن الشباب: ما حد يقول عنك ورع ولا بذرة، لكن لما تؤمن هالحين بالمسيح هتتصرف مع أهلك وأمك وأبوك بمحبة جديدة، محبة قوية، محبة طاهرة، وحتصير قدوة للمؤمنين، وكمان أمك وأبوك حيتبعون نهجك ويصيرون مثلك. وكمان بالعهد القديم تقول لك: وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام الكاهن عالي، وكان كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤية كثيرة. هذا النبي صموئيل ربنا دعاه عشان يصير نبي وهو شاب مثلك. أعزائي المشاهدين، خصوصا أنتوا الشباب والبنات، تخيلوا أنكم الآن تصيروا قدوة لأهاليكم. أنت يا محمد، يا عبد الله، يا حاتم، يا وليد، يا أحمد، يا فواز، وأنت يا عبير، يا آمنة، يا فوزية، يا فريال، يا سلوى. الشيء الثاني اللي حيصير بعد ما تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك هو أنك حتصير عندك قوة إضافية من السماء من عند الله، وحتكون قوة عندك قوة انتشال أهلك من الجحيم إلى نور المسيح الحين. ثق وآمن بهذا فيكون لك بالمسيح يسوع الناصري. آمين. والآن نبغى نجتمع مع بعض ونصلي من أجل هذه مشكلة التفحيط. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك. أحط مشكلة التفحيط هذه يا رب بين يدك يا سيد العظيم، أنت تحلها، أنت تشيل كل المعوقات اللي قدام الشباب يا سيد العظيم اللي تخليهم يفحطوا. أنت تقدر تلغيها يا سيد العظيم، تقدر تحميهم، تقدر تشغلهم بأشياء مفيدة لشبابنا وتحميهم ويكونوا ثمرة مفيدة للمستقبل وللبلد. أحطهم أمانة بين يدك زي ما تعاملت مع صموئيل وتيموثاوس، كذلك تتعامل مع شباب بلدي بالمسيح يسوع. آمين. الله لنا ملجأ وقوة، عونه متوافر لنا دايم في الضيقات، علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، تهيج وتزبد مياهها، تتزلزل الجبال من عنف جيشانها، تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان. الله في وسط المدينة فما راح تزعزع، يعينها الله في الفجر المبكر، ما جت الأمم وهاجت فتزلزلت الممالك، ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، تعالوا وشوفوا أعمال الله
اللي صنع عجايب فالأرض، يقضي على الحروب فالأرض كلها، يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار. استكينوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم وأتعالى فالأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أعزائي المشاهدين، والآن فقرة الاختبارات. الاختبار اليوم تقول الأخت سهى متنصرة من تونس: كنت مسلمة ولكن صارت في حياتي أشياء غامضة وقاتمة ولم أجد لها حلا طوال 27 سنة عشتها في جحيم لا يوصف مهما عبرت عنه ومهما قلت، إلى أن الله دخل حياتي بقوة، وكان في شهر رمضان الماضي، وشاءت الصدفة أن أشاهد قناة الحياة فوجدت فيها الحل الذي طالما بحثت عنه، وجدت التفسير لكل ما حدث معي ولزمني طوال السنوات الماضية. أنا في الأربعينات من العمر، وقد بدأ المرض والظلمة الحالكة في حياتي منذ كنت في سن 14، حيث كانت تنتابني الأوجاع وسيطرت على حياتي الأرواح الشريرة منذ ذلك السن. وكنت كلما صليت على محمد وقرأت القرآن كلما ازدادت قوتها في السيطرة علي حتى أصبحت أراها. ولكن بفضل قناة الحياة اكتشفت الحقيقة، واكتشفت حل اللغز المتمثل بالديانة التي كنت أمارسها، واكتشفت خطة الله التي صنعها من أجلي لكي يوصلني إلى طريق الحق والحياة والنور، طريق يسوع المسيح. آمين. ومنذ تلك اللحظة التي آمنت فيها بالسيد المسيح وعلنته رب على حياتي ومخلصي الحبيب وسلمت له حياتي بالكامل، بدأت أعيش ولادة جديدة في حياتي، فشفيت من الأوجاع وتحررت من الأرواح الشريرة التي كانت تفعل بي كما شاء. شكرا لكم جميعا، والمجد للآب والابن والروح القدس. آمين يا أخت سهى، الرب يباركك وأنت في صلاتنا، وإحنا حنصلي لك من الآن وإلى الأبد. وآمين الرب يفتقد بقية أخوانك وأهلك وربعك عشان يعفو المسيح ويمشي بطريق النور والحق. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. أعتقد أن كل شخص عابر للمسيح من خلفية إسلامية تعرض في طريقه للمسيح لعدد من الصدمات، صدمات أفقدته هويته وإحساسه وثقته في كل شيء. صدمة يوم نكتشف أن أقدس شيء في حياتنا مزيف، وأن الحقيقة الحلوة اللي نملكها مجرد صورة مش أصل، خيال مش واقع، مجرد شعارات لا أكثر ولا أقل. نؤمن بكلام مسموع مش بواقع ملموس. كنا متأكدين أننا نملك الحق كله وغيرنا يملك الباطل كله. عشنا مصدقين أننا صح وكل الناس غلط. ديننا دين السلام والقيم والأخلاق الحميدة، ورسولنا أحسن رسول، وأرضنا أقدس أرض، وإحنا خير أمة أخرجت للناس، وما عاد نشوف غير أنفسنا. وهنا كانت الصدمة. المجتمعات تتقدم وإحنا نتأخر، العالم يمشي قدام وإحنا نرجع ورا، الشعوب تعمر مصانع وإحنا نعمر أحقاد، الأمم تدعو للسلام وإحنا ندعو على اليهود والنصارى،
الدول تتقارب وإحنا نتباعد، الناس تتصالح وإحنا نتحارب، العلم وصل للمريخ وصلنا لجواز مفاخذة الرضيع، الذرة معجزة العلم الحديث واكتفينا بالإعجاز العلمي في ضرب الزوجة، الطب يكتشف علاج للأمراض الخبيثة وإحنا لسه نتعالج ببول البعير. ما تسمع عن تفجير أو ذبح أو قتل أو تدمير إلا كنا وراه وسباقين له وفي المرتبة الأولى مع مرتبة الشرف وبدون أي منافس. قتل أطفال فيه، سبي نساء موجود، تبي رمي من شاهق متوفر، اضطهاد، كره، قنوت، ترويع آمنين، صلب، تقطيع، قتل أقارب، كل شيء موجود ومن 1400 سنة وإلى اليوم متوفر ومع خبرة واحتكار بعد. العالم كله صار يعرفنا عز المعرفة، إلا إحنا لسه مش عارفين أنفسنا وما زلنا نردد ديننا أحسن دين ورسولنا أحسن رسول وإحنا أفضل أمة أخرجت للناس. إحنا أصل العلم وسبب الطفرة والقرآن سبب التقدم، وفجأة أصبحنا مع الحقيقة وجه لوجه، فطاحت كل الأقنعة وتجردنا من كل النياشين والأوسمة، جردتنا حقيقتنا وتكبرنا ونظرتنا المتعالية على الناس، وصحينا من أوهامنا واكتشفنا أننا قابعين في أدنى الأرض، وكل ذا التاريخ والشعارات مجرد كلام إحنا صدقناه، كلام إعلام، إعلام قبلناه لأنه يمجد فينا ويحطنا في مرتبة أعلى من الناس. فمش مهم إذا كان صح أو غلط، المهم أنه عزنا وذل غيرنا. هو الإعلام اللي بعد كل اللي نشوفه من قتل ودمار وحرق وسبي وقتل أبرياء بدم بارد، يبدأ بآيات ويختتم بآيات وأحاديث تخصنا نعرفها مثل ما نعرف أولادنا، يطلع يقول إن هذا ملعوب وخدعة وفكر غربي وتخطيط يهودي صهيوني أنجلو أمريكي، وكأن القرآن نزل في البيت الأبيض ما نزل عندنا. مشاهد دراما واقعية كتب نصها من 1400 سنة حدثت وما زالت تحدث إلى اليوم في كل زمان وكل مكان كنا موجودين فيه، والإعلام يقول مؤامرة وملعوب غربي، والغرب اللي رمينا بلاوينا عليه واستقبل لاجئين بعد ما رفضناهم وقفلنا حدودنا عليهم ما له فضل علينا لأنه يصلح غلطته، هو السبب في تهجيرهم ودمر أرضهم ولازم يتحمل غلطه، وترى هذا خطة عشان يشغل مصانع. شفتوا الذكاء؟ يعني ما أدري أضحك ولا أبكي، صعب نقبل إن في أحد أحسن منه، دائما وبدون شك في مؤامرة، وللأسف هذا فكرنا وهذا إعلامنا وهذا عقليتنا، إعلام غريب، والأغرب إن فيه ناس إلى اليوم تصدقه، نفس الإعلام اللي استخدم من 14 قرن في تشويه صورة المسيحية والمسيحيين، إعلام استخدمت فيه كل الأساليب حتى الرخيص منها لتشويه حقيقة المسيح والإيمان المسيحي ليظهر مشوه ومرفوض، تشويه طال كل شيء في المسيحية، العقيدة والإيمان والمفاهيم وحتى الأخلاق، فأصبح التهجم على المسيحية قرآن يتلى أثناء الليل وأطراف النهار، إعلام أظهر المسيحيين مشركين يعبدون ثلاثة آلهة مع إن لهم رب واحد، يدعون إن المسيحية تؤمن بأن الله تزوج وأنجب ولد، مع أنه لا يوجد مسيحي واحد في العالم يقول ذا الكلام أو حتى يقبل فيه. إعلام أنكر حقيقة صلب وفداء السيد المسيح وقد أثبتته الأدلة والبراهين التاريخية وشهادة الشهود وبشارة التلاميذ، وزد المسيحيين ضالين، نجسين، حاقدين، محاربين لله ورسوله، عبدة الصليب والخنزير، كتبهم محرفة ودينهم باطل وفكرهم منحرف، يعرفون الحق وينكرونه، حقد وحسد، ملعونين وضالين، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما عندهم وازع ديني ومنحرفين أخلاقيا. فتنصدم إذا عرفت الحقيقة وإن كل هذا الكلام كذب.
وإعلام رخيص استخدم عشان نعيش في خدعة ووهم إننا صح وكل الناس غلط، إحنا على حق وكل الناس على باطل. حق ملكنا الرقاب والعباد. إعلام عيشنا في عالم افتراضي مزيف، إعلام يكبر وينشط دام الناس تسمع وتصدق بدون فهم أو تفكير، إعلام استغله إبليس يوم فشل في إيقاف عمل الله لخلاص البشرية فاستخدمه لإنكاره وتكذيبه وإبعاد الناس عنه، لكن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. أعزائي المشاهدين، اطلبوا معرفة الحق وابحثوا عن إعلان الله لكم وأعيدوا اكتشاف الحقيقة، تعرفوا عليها من جديد ومن زاوية أخرى وقبلوا الحق، فمتى جاء روح الحق فهو يقود خطاكم في الحق كله. وختاما لكم مني كل الشكر والتقدير وأجمل التحيات، وكنا معكم هالأسبوع، فكونوا معنا في الأسبوع القادم، وفي أمان الله، والله يرعاكم. شكرا.